بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الأول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن القرآن الكريم، وفي هذه الليلة يكون حديثنا إن شاء الله متمما لما سبق في الليالي السابقة عن تلاوة القرآن وأحكامها، لأن هذه ناحية مهمة جدا. تلاوة القرآن، قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وأثنى على الذين يتلون كتاب الله ووعدهم بالأجر والثواب. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والتلاوة معنى لها معنيان. المعنى الأول الاتباع، يتلوه يعني يتبعه، والمعنى الثاني يقرأه، تلاوة القراءة، القراءة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ليقرأ ويعمل به، لم ينزله ليجعل في كتب ومصاحف ويحفظ في الرفوف أو في الدواليب، وإنما يتلى ليلا ونهارا بكل الأحوال المتيسرة يتلوه المسلم. وقد ذكر العلماء، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن، يحزبونه على الليالي في قيام الليل، فمنهم من يقرأه في ثلاث ليال، ومنهم من يقرأه في سبع ليال، ومنهم من يقرأه في عشر ليال. وآخر حد لتحزيب القرآن في 30 يوما، كل يوم يقرأ جزء، كل يوم يقرأ جزء من القرآن، لا يمر عليه اليوم والليلة إلا وقد قرأ جزءا من القرآن، هذا آخر حد. وإذا قرأ أكثر من ذلك فهو أفضل، في 10، في 3، في 7، هذا أفضل. لكن إذا مر عليه شهر ولم يختم القرآن فهذا جفا، هذا جفا وهجر للقرآن. هجر القرآن أنواع، منها هجر التلاوة ومنها هجر العمل،
بالقرآن على قال تعالى وقال النبي وقال الرسول وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا تلاوته وهجروا العمل به وتدبره، هذا هو الهجر. الهجر معناه الترك، الهجر معناه الترك. فمن ترك القرآن لا يتلوه ولا يتدبره ولا يعمل به هذا هو الهجر، وهو يتفاوت والعياذ بالله يتفاوت، بعضه أشد من بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكل حرف من القرآن بتلاوته حسنة، وكل حسنة بعشر أمثالها يضاعفها الله سبحانه وتعالى. فمن قرأ القرآن كم يحصل من الحسنات؟ عدد حروف القرآن كل حرف حسنة، وكل حسنة بعشر أمثالها، لكن هذا مع الاحتساب وطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. ولا يوفق لهذا إلا أهل الإيمان والتصديق بالقرآن، هم الذين يعتنون بتلاوة القرآن ويداومون على ذلك، هم أهل الإيمان. وإنما يعرض عن القرآن إما الكفار وإما أهل النفاق المنافقون، وإما ضعاف الإيمان، عندهم إيمان لكن إيمان ضعيف. فتلاوة القرآن والإكثار من ذلك قد أمر الله تعالى بها نبيه، وأثنى على عباده المؤمنين بتلاوتهم للقرآن، ووعدهم بالأجر. وتلاوة القرآن لها آداب، لها آداب ذكرها العلماء من الكتاب والسنة. فمن آدابها الاستعاذة بالله عند بدء قراءة القرآن. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أراد أن يقرأ لا يقرأ على طول، بل لابد يستعيذ أولا من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان لعنه الله يحضر عند المسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن أو أن يعمل أي عمل من العبادات، يحضر ليصرفه عن ذلك وليشغله عن ذلك. إن استطاع أن يصرفه نهائيا صرفه، ومنعه من القراءة أو من الصلاة أو من أي عبادة. وإن لم يستطع صرفه عن ذلك فإنه يدخل عليه في أثناء العبادة ويوسوس له ويشغله بالهواجس والأفكار حتى لا يقبل على العبادة، يؤديها صوريا ولا يؤديها حقيقة. ولذلك شرع الله الاستعاذة من الشيطان عند تلاوة القرآن. فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت تلاوته، تلاوة القرآن، ما هو إذا فرغت من القرآن، لا، إذا أردت الشروع في القراءة. مثل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية ليس معناه أنك إذا صليت تتوضأ، بل معناه أنك إذا أردت الصلاة تتوضأ فتطهر،
كذلك هنا إذا في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن يعني أردت قراءته فاستعذ بالله. الاستعاذة بالله هي اللجوء إلى الله والاعتصام به من عدوك، فإن الله هو الذي يعيذك ويحميك من عدوك، فأنت تطلب من الله أن يعيذك من هذا العدو الذي يلاحقك دائما وأبدا ليغويك وليحرمك من العبادة وثوابها، هو يلاحقك دائما. فإذا استعذت بالله منه فإن الله يعيذك، بمعنى أنه يحفظك ويحميك ويطرد الشيطان عنك. استعذ بالله، إلجأ إليه واعتصم به من الشيطان. الشيطان هو إبليس وجنوده، إبليس وجنوده هو الشيطان المارد من الجن، المارد من الجن، ورأس الشياطين إبليس لعنه الله، له أتباع وله أعوان يساعدون على إغواء بني آدم، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. يكون الشيطان من الجن ويكون الشيطان من الإنس ويكون الشيطان من الدواب إلى غير ذلك. فالشيطان هو المتمرد، وشطن بعد، سمي شيطانا لبعده عن رحمة الله سبحانه وتعالى، أو من الشيط وهو الشدة والغليان، هذا هو الشيطان وهو عدوك، عدو أبيك من قبل، وهو عدو بني آدم إلى أن تقوم الساعة، وقد تعهد بإضلال بني آدم وصرفهم عن طاعة الله إلا من عصم الله منهم. فبعزتك، قال حلف بعزة الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلا يعصمك من هذا الشيطان إلا الله جل وعلا. فتستعيذ بالله عند بدء التلاوة من الشيطان حتى تقبل على التلاوة وحتى يدبر عنك الشيطان. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم معناه المرجوم، فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم ومطرود ومبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه صفة الشيطان أنه رجيم، يعني مرجوم ومطرود ومبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك يستحب عند بدء التلاوة إذا كانت من أول سورة، من أول السور، أن تقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، تسمية في أول كل سورة، لأن الله أنزل البسملة في بداية كل سورة، وكتبت في المصحف الشريف
في بداية كل سورة، فلا تدخل في السورة، لا تدخل في بداية السورة إلا بعد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من آداب التلاوة. أما إذا كانت التلاوة من أثناء السور فإنها لا تشرع البسملة، إنما تشرع في بداية السور. سوى براءة، سورة براءة، فإنها لا يؤتى بالبسملة قبلها، لأنها لم تنزل قبلها ولم تكتب في المصحف قبلها. فكل السور مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة، لأنها لم تنزل قبلها. وقد ذكر العلماء شيئا من الحكمة يعني حول عدم كتابة البسملة وقراءتها قبل براءة. قيل إنها تابعة لسورة الأنفال، فهي وسورة الأنفال سورة واحدة، فلذلك لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأنها تابعة لسورة الأنفال. وقيل لم تبدأ براءة بسورة ببسم الله الرحمن الرحيم لأن الله ذكر فيها صفات المنافقين وتوعدهم، وكذلك فيها قتال الكفار، الأمر بقتال الكفار والجهاد في سبيل الله، ولا يناسب ذلك الرحمة، وإنما يناسب ذلك الغضب على الكفار والغضب على المنافقين. والله أعلم. المهم أننا لا نقرأها قبل سورة التوبة، لكن لماذا؟ الله أعلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين بالله، أستعين بالله. فالجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف، تقديره أستعين أو أستجير بالله عز وجل. بسم الله أي بكل اسم من أسماء الله عز وجل. والله جل وعلا له أسماء حسنى لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. والاسم هنا مفرد ومضاف إلى اسم إلى لفظ الجلالة، والمفرد إذا أضيف يعم، فيعم كل أسماء الله. أي أستعين بكل اسم لله عز وجل. فالبسملة فيها استعانة بالله عز وجل وطلب للعون منه. والله جل وعلا علم على الذات، علم على الذات الإلهية، لا يسمى أحد هذا الاسم إلا هو سبحانه وتعالى. لم يتسمى بهذا اللفظ الله، لم يتسمى به أحد من الخلق، وهذا من العجائب. الكفار على كفرهم والجبابرة والطواغيث ما أحد منهم سمى نفسه الله أو سمي الله. وفرعون لما جحد الربوبية لم يقل أنا الله، وإنما قال أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، ولم يقل أنا الله، لم يقل أنا الله إلا رب السماوات والأرض، هو الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فهذا الاسم خاص بالله جل وعلا، لا يجوز أن يسمى به غيره
ولم يتسمى به غيره من جميع البشر. والله معناه ذو الألوهية والعبودية من الأله، وهو المحبة والعبادة. الله هو المألوه المعبود الذي تحبه القلوب وتألهه القلوب تعظيما وإجلالا. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يتضمنان وصفه بالرحمة سبحانه وتعالى. فالرحمن والرحيم من أسمائه، والرحمة صفته سبحانه وتعالى. فتأتي بالبسملة في بداية السورة، أما في أثناء السورة فيكفي أن تستعيذ بالله من الشيطان، فالاستعاذة يؤتى بها في أول السورة وفي أثناء السورة عند البداية، بداية التلاوة. هذا من آداب التلاوة، البداءة بالاستعاذة من الشيطان قبل التلاوة، وبداءة السور ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن آداب التلاوة أن يقرأ الإنسان وهو متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، لأن التلاوة عبادة، والعبادة يستحب لها الطهارة، وأحيانا تجب لها الطهارة. وفي تلاوة القرآن لمن كان على غير طهارة تفصيل عند العلماء، أما من يريد أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمس المصحف وحدثه أصغر فلا بأس أن يقرأ القرآن وهو غير متوضي، لكن الأفضل أن يتوضأ، لكن يجوز أن يقرأ القرآن وهو غير متوضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحبسه عن القرآن إلا الجنابة، مما يدل على أنه يقرأ في كل الأحوال ما عدا حالة تلبسه بالجنابة. فمن كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب، يعني حفظ من صدره، فلا بأس أن يقرأ القرآن إذا كان حدثه أصغر، يعني غير متوضي، لكن بشرط أن لا يمس المصحف. أما من أراد أن يقرأ القرآن من المصحف وأراد أن يمس المصحف فلا بد أن يتطهر، لأن القرآن لا يمسه إلا طاهر، كما في حديث عمرو بن حزم في كتاب عمرو بن حزم الذي كتب له الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على أنه لا يجوز مس المصحف للمحدث مباشرة، مسه مباشرة، مس الآيات، وضع يده على الآيات المكتوبة، أو مس المصحف وأوراق المصحف، أو حتى غلاف المصحف، لأنه تابع للمصحف، الغلاف، القطايع التي على دفتا المصحف، هذه تابعة للمصحف، لا يمسها إلا طاهر. من باب أولى لا يمس الآيات المكتوبة إلا طاهر. أما المصحف الذي موضوع في غلاف من كيس أو تابوت
فيمسه من وراء حائل ما في مانع، إذا كان القرآن في كيس أو في تابوت يعني في صندوق صغير فلا بأس أن تحمله وأن تنقله من مكان إلى مكان بغلافه وكيسه أو تابوته، لأنك لم تمس القرآن مباشرة. وأما من عليه حدث أكبر، الجنابة، عليه حدث الجنابة، فإنه لا يقرأ القرآن مطلقا، لا عن ظهر قلب ولا من المصحف، حتى يغتسل من الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحبسه عن قراءة القرآن إلا الجنابة، فلا يقرأ القرآن من عليه جنابة، لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل. ومن آداب تلاوة القرآن إتقان القراءة، يعني يتعلم القراءة الصحيحة الخالية من اللحن والغلط، يقرأ القرآن على الوجه العربي الذي نزل به بلسان عربي مبين، يرفع المرفوع وينصب المنصوب ويخفض المخفوض ويسكن الساكن، هذا الإعراب يسمى الإعراب، القراءة المعربة التي تتمشى على منهج اللغة العربية الفصحى التي نزل بها، واللحن، اللحن هو مخالفة الوجه العربي، الوجه العربي هذا هو اللحن الممنوع، فإن كان هذا اللحن يغير المعنى إنه حرام ولا تصح به الصلاة، إذا كان اللحن يغير معنى الآية أو الكلمة فإن هذه القراءة حرام، كما لو قرأ الحمد لله رب العالمين، لو قرأ بكسر اللام العالمين، العالمين هذا يغير المعنى، هذه قراءة باطلة، أو قرأ أنعمت عليهم بالضم قال أنعمت عليهم، هذه قراءة باطلة لأنها تغير المعنى، تغير المعنى، وإذا كانت في الصلاة فإنها تبطلها. وأما اللحن الذي لا يحيل المعنى مثل جر المنصوب أو رفع المخفوض فهذه قراءة غير صحيحة لكنها لا تصل إلى حد التحريم أو إبطال الصلاة، كما لو قال الحمد لله قرأها الحمد لله بفتح الدال الحمد لله، هذا غلط لكنه لا يغير المعنى، أو نصب لفظ الجلالة الحمد لله رب العالمين قرأ بالنصب، نصب الجلالة ونصب الرب بدل الجر، لله ربي، يكون هذا لحن لكنه لا يحيل، لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى لكنه خلاف المطلوب. فيقرأ القرآن على الوجه العربي الصحيح الفصيح الذي نزل به القرآن، وهذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تعلم، وأن يتلقى القراءة عن مقرئين يتقنون القراءة، يتعلم قراءة القرآن من القراء، يعتني المسلم بكتاب ربه عز وجل ويتلقاه
عن الحفاظ وعن القراء. هكذا كان المسلمون يتلقون القرآن، ما يعتمدون على التهجي من المصحف، ما يعتمدون على هذا، بل لا بد أن تتلقى القرآن عن مدرس، عن مدرس يجيد القراءة ويصحح لك النطق، هذا أمر مطلوب. ولكن الإنسان اللي ما تيسر له مدرس ولا تيسر له ويريد يقرأ القرآن على حسب استطاعته، يقرأ على حسب استطاعته إلى أن يجد من يصحح له القراءة. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر التلاوة وأجر المشقة، فيقرأ القرآن ولو كان عن طريق التهجي وشيئا فشيئا، لكن لا يستعجل في القراءة ويتأمل ويحاول النطق الصحيح حسب استطاعته، وإذا وجد من يصحح له القراءة ويتلقى عنه القراءة وجب عليه ذلك. ومن آداب التلاوة تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الصوت بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحسين، أوقع في النفس الصوت الحسن له تأثير وحلاوة للقرآن، فيحسن المسلم صوته مهما استطاع أن يحسن صوته. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءة بعض الصحابة لحسن قراءتهم، وهو رسول الله الذي ينزل عليه القرآن، كان يستمع لبعض أصحابه ممن آتاهم الله، ممن آتاهم الله إجادة تلاوة القرآن وحسن الصوت بالقرآن. فقد استمع صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يصلي بالليل، ولم يكن يعلم بأن الرسول يستمع إليه، لكن الله أعطاه حسن الصوت. أبو موسى رضي الله عنه أعطاه الله حسن الصوت بالقرآن، وكان يصلي بالليل، وكان الرسول يمر ويستمع إلى قراءته، وقال له بعد ذلك: لو رأيتني وأنا أستمع لك البارحة. فقال رضي الله عنه: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته بصوتي لك تحسينا. هذا يدل على العناية بحسن الصوت. وأمر صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه، وكان من قراء الصحابة المجيدين، وكان من فقهاء الصحابة، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن فضلاء المهاجرين، أمره صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه وهو يستمع. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه من أول سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن، يعني قف. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه فضل تحسين الصوت بالقرآن وفضل إجادة القراءة، لأن ابن مسعود كان يجيد القراءة وكان من أجود الصحابة قراءة للقرآن، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:
من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليستمع إلى ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. والله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرئ القرآن فإنه ينبغي للمسلم أن يستمع للقراءة ولا ينصرف عنها، ما دام أنه يسمع القرآن يصغي للقرآن ولا ينصرف عنه، لأنه كلام رب العالمين، ولأنه يوجهك ويأمرك وينهاك، ولأن في استماعك له أجرا عند الله سبحانه وتعالى، فاستمعوا له. فلا تعرض عن القرآن وأنت تسمعه. إذا كان عندك فرصة للاستماع مهما أمكن فإنه لا ينبغي لك أن تنصرف عن سماع القرآن. أما إذا كان لك شغل وتبي تروح ما في مانع، لكن إذا كان عندك فرصة للاستماع فلا تحرم نفسك من الاستماع للقارئ وكلام رب العالمين، فتنزل عليك الرحمة والمغفرة لعلكم ترحمون. فاستماع القرآن، تلاوة القرآن والاستماع إليه سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى. وأنصتوا، الإنصات قطع الحركة وعدم الانشغال بشيء، اترك الأشغال واترك الحركات وأنصت للقرآن كأنك لا تتحرك أبدا، اترك الحركة والالتفات والكلام مع الآخر، ما تقول ما أنا التفت وأنا أستمع، أنا أشتغل بشغل كتابة أو بتناول شيء وإعطاء شيء وأنا نقول لا، هذا ما هو بأحسن. أحسن أنك تتفرغ لسماع القرآن مهما أمكن، تتفرغ لسماع القرآن مهما أمكن. وأنصتوا، بعد قوله استمعوا له أنصتوا، هذا زيادة تأكيد. والثمرة لعلكم ترحمون، فدل على أن من استمع القرآن وأنصت إليه أنه تناله رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن آداب تلاوة القرآن أيضا قراءته بالترتيل، قراءته بالترتيل. قال الله سبحانه وتعالى: ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. فالقرآن مرتل في النزول ومرتل في التلاوة. أما الترتيل في النزول فإن الله أنزله مفرقا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لم ينزله جملة واحدة بل أنزله مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله في خلال 23 سنة. هذه مدة نزول القرآن، في خلال 23 سنة ينزل القرآن منجما ومفرقا بحسب الوقائع والحوادث، ولأجل التسهيل على الناس، إذا نزل شيء فشيء، هذا فيه تدرج وتسهيل على الناس. أما لو نزل جملة واحدة شق ذلك على الناس، فيه أوامر وفيه نواهي وفيه أحكام شرعية، فلو نزل كل جملة واحدة وطولب الناس بالعمل به جملة واحدة شق ذلك عليه. فمن رحمة الله أنه أنزله مفرقا على 23 سنة حسب الوقائع، وذلك
قوله تعالى ورتلناه ترتيلا هذا رد على المشركين الذين قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يسألون سؤال تافه لكن ما لهم شغل إلا الاعتراضات، ما لهم شغل إلا الاعتراضات والتشكيك في القرآن، ويتدخلون في شؤون الله عز وجل، يقولوا ليش الله ينزل القرآن مفرق ولا ينزله جملة واحدة. الله جل وعلا رد عليهم وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، رد الله عليهم بقوله كذلك لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك، فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه مفرقا كان هذا أثبت له صلى الله عليه وسلم، ويكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم الاستعداد لتلقيه والعمل به وتبليغه للناس، فيه تسهيل على الرسول وعلى الأمة. يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا أي نزلناه مفرقا ولم ننزله جملة واحدة للحكمة العظيمة في ذلك. ولا يأتونك بمثل، ما يعترضون عليك باعتراض أو يسألونك سؤال إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فيجيب الله عن اعتراضاتهم وعن أسئلتهم ويرد عليهم سبحانه وتعالى. وهذا لا يتأتى إلا مع تفرق نزول القرآن شيئا فشيئا، كل ما حدث منهم، كل ما حدث منهم شر أو تشكيك أو كفر نزل القرآن يبين فساد أقوالهم وأعمالهم ويثبت عباده المؤمنين. هذا الترتيل في النزول. ترتيل في التلاوة، قال تعالى ورت لنبيه صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل في القرآن هو التمهل والترسل، تمهل والترسل في التلاوة بحيث يقرأه، يقرأ القرآن قراءة فصيحة، ما هي هذرمة وعجلة، وإنما قراءة فصيحة واضحة، ويقف على رؤوس الآيات، يقف على رأس كل آية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في قراءته. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة مفسرة موضحة، وكان يقف على رؤوس الآيات، وكان يستعيذ عند آية العذاب ويسأل عند آية الرحمة كما في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. هذا معنى الترتيل في القراءة، التمهل والترسل في القراءة والوقوف على رؤوس الآيات وإخراج الحروف من مخارجها بحيث لا يسقط حرف أو كلمة، بل يقرأه كما أنزل بكلماته وآياته وسوره. هذا هو الترتيب، ترسل والتمهل في القراءة والوقوف عند رؤوس الآيات. وضد الترتيل السرعة، هذه ضد الترتيل، الهذ والهذرمة هذا ضد الترتيل. قد قال صلى الله عليه وسلم لا تهذ القرآن كهذ الشعر ولا تنفروه كنفر الدقل، يعني التمر الردي اللي ما يتماسك بعضه ينفرد عن بعض منتثر ينتثر. القرآن لا، ما يجوز انه ينثر، خلى كل كلمة لحالها وكل اللي يقرأ مترسلا مرتبطا بعضه ببعض، ويقف على رؤوس الآيات ويوضح القراءة ويفصح القراءة لنفسه وللمستمعين
لأن هذا أدعى للتدبر وأدعى لفهم الآيات. أما الهذرمة والهذ فهذا لا يتأتى معه تدبر ولا يتأتى معه المطلوب. وكذلك ضد الترتيل التمطيط، لا يجوز تمطيط القرآن، التمطيط الخارج عن المألوف العربي الذي نزل به القرآن، المبالغة في المدود، المبالغة في الغنات، المبالغة، هذا من الوسوسة الشيطانية، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، ما يحصل لبعض القراء من وساوس الشيطان في التكلف في القراءة والتقعر في القراءة حتى يخرج عن المشروع. القرآن ولله الحمد ميسر، ما هو، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فيقرأ قراءة مجودة وقراءة مفصحة ومفصلة، لكن من غير تمطيط وتمديد أو خروج إلى فن الغنى، يعني يخرج القرآن إلى ألحان الغنى ويجعله كالأغاني، هذا محرم. وهذا ورد في بعض الآثار أنه يكون في آخر الزمان، أن قوما يخرجون القرآن إلى يخرجون قراءة القرآن إلى حد الأغاني والتطريب، هذا ممنوع، ويصان عنه كتاب الله عز وجل. فلا يمطط ويمدد تمديد زايد، ولا يهذرم ويهذ هذ الشعر، وإنما الوسط، خير الأمور الوسط في تلاوة القرآن. وكل ما كانت القراءة متوسطة كانت ألذ وأريح للقارئ وللسامع، وكل ما كانت القراءة بسرعة وهذ كانت أتعب للقارئ وأتعب للسامع، وكل ما كانت القراءة ممططة وكانت القراءة تدخل إلى حد الفن الغناء فإن هذا أتعب للقارئ وأتعب للسامع. والمطلوب من القرآن التدبر، ما هو المطلوب من القرآن أنه يتخذ للتطريب وإشغال الناس بسماع الصوت فقط دون تدبر المعاني، أو هذا هو المطلوب، تلذذون بالصوت لكن ما يتفهمون المعاني ولا يقبلون ولا يتدبرون كلام الله سبحانه وتعالى، هذا ما هو المطلوب من تلاوة القرآن الكريم. قد ألف العلماء رحمهم الله كتبا في آداب التلاوة، مثل ما ألف الإمام النووي كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، وغيره من العلماء ذكروا آداب تلاوة القرآن وكيف يقرأ القرآن، وذكروا الوجوه الممنوعة في القراءات، كل هذا موجود. فهذا من آداب القرآن، تحسين الصوت به، حسن الأداء، وعدم الهذ والهذرمة والسرعة، وعدم التمطيط والتمديد الزايد عن الحد. وأشد من ذلك أن يتخذ القرآن الأسلوب الغنائي المطرب، كل هذا ممنوع ويتنافى مع آداب القرآن. كذلك من آداب التلاوة أن يكون قصد التالي ثواب الله، يقرأ القرآن احتسابا لوجه الله، لا يقرأ القرآن لأجل الحصول على المال أو الطمع، ويتخذ قراءة القرآن حرفة يجمع بها المال، هذا ما يجوز. وإنما يقرأ القرآن ويسمع القرآن للناس
من أجل التعبد لله عز وجل وطلب الأجر والثواب من الله عز وجل وترقيق القلوب ووعظ الناس بكلام رب العالمين، هذا هو المطلوب. أما أن يتخذ القرآن، تلاوة القرآن حرفة للآجار، يا أخي راح اشتغل بتكسي ولا اشتغل بعامل ولا اشتغل بتجارة، طلب الرزق ما هو بهذه الطريقة، ما هي بهذه الطريقة. كذلك القرآن لا يقرأ في المآتم، لا يقرأ القرآن في المآتم التي تعمل بعد وفاة الأموات، فيستأجر القراء وتضرب السرادقات والخيام وتجعل الشموع أو القناديل أو العقود الكهربائية أيام في الشوارع، ويجيبون القراء ويقرؤون ويقولون هذا ينفع الميت. لا، هذا ما ينفع الميت ولا الحي، وهذا من إساءة الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. الذي ينفع الميت الدعاء له والاستغفار له، ترحم عليه، الصدقة عنه، قضاء ديونه إذا كان عليه ديون، تنفيذ وصاياه، الوصايا الشرعية تنفذ، الحج عنه، العمرة عنه، هذا الذي ينفع الميت. أما أنك تجمع الناس وتحط أطعمة وتحط خيام وتحط تستاجر مقرئين وتقول هذا ينفع الميت، أو اقرأ الفاتحة لروح الميت، هذا كله خلاف ما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينفع الحي ولا ينفع الميت، لأنه غير مشروع، بل الحي يتضرر بهذا لأنه يعمل بدعة، البدعة محرمة، والميت لا يصل إليه شيء من هذا التعب وهذه الخسائر اللي تعمل. فلا يجعل القرآن للأموات، القرآن يقرأ على الأحياء من أجل أن ينتفعوا، ما هو يقرأ على الأموات، الأموات ماتوا وراحوا وانتهوا. الأموات ماتوا وانقطع عملهم، ما لهم إلا ما قدموا. والقرآن يتلى على الأحياء اللي عندهم عقول وعندهم حضور وعندهم تفكير، هم اللي ينتفعون بالقرآن، أما الميت راح انتهى، ما يبقى له إلا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعاء، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به، حج عنه أو عمرة، هذا الذي ينفع الميت بإذن الله. بدل ما أنك تنفق هالأموال على المآتم، لو تصدقت يا أخي على الفقراء والمحتاجين بنية أن ثوابها للميت، نفعه ذلك، ينفعه ذلك، أو دفعته الواحد من المسلمين يحج عنها ويعتمر، ينفعه ذلك بإذن الله. هالنفقات اللي تنفق هذه على المأتم وعلى الحفل وعلى أيام العزاء، لو دفعتها للفقراء أو وضعتها مشروع خيري ونويت ثوابها للميت، كان هذا حسنا ومفيدا، هذا هو المطلوب. كذلكم يا عباد الله، لا يقرأ القرآن على الجنائز، ولا يقرأ القرآن عند القبور، هذا ما وردت به الشريعة أصلا، ما وردت الشريعة أن القرآن يقرأ في المقابر أو عند القبور أو يقرأ في عند الجنائز وهي ميتة، ما وردها. اللي ورد أن الميت يعمل به ما شرعه الله من تغسيله وتكفينه، الصلاة عليه وحمله ودفنه في مقابر المسلمين إذا كان مسلما، هذا هو الذي ورد في حق الميت، والدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال الله التثبيت له عند بعد الفراغ من دفنه، هذا هو الذي وردت به السنة. أما قراءة القرآن عند الجنازة أو قراءة القرآن مع الجنازة
في طريقها إلى القبر، أو قراءة القرآن عند القبر بعد دفن الميت، كل هذه أعمال مخالفة للوجه الشرعي. وما كان مخالفا للمشروع فإن فيه الإثم وليس فيه أجر، ليس فيه أجر. والتقليد الأعمى لا يجوز للمسلم أن يشوف الناس يعملون هذه الأعمال ويروح يعملها لأن الناس يعملون. يا أخي انظر، إذا كان عمل الناس على وفق الشريعة الحمد لله، هذا اتباع، ما هو تقليد، هذا اتباع. أما إذا كان عمل الناس ليس له أصل في الشرع ومخالف للكتاب والسنة، أن توقف يا لا تعمل هذا العمل، لأنك تريد الخير، والخير ما هو في هذا العمل، هذا فيه إثم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما قراءة القرآن بقصد الأجر وجعل ثواب القراءة للميت، تقرأ القرآن بقصد الأجر، ما هو بمؤاجر، ما جابوك وأجروك وقالوا اقرأ القرآن للميت، هذا ما هو مشروع ولا ينفع الميت. إنك تستاجر قاري يقرأ القرآن هذا ما هو مشروع ولا ينفع الميت، لأن هذا القاري ما قرأ للعبادة، وإنما قرأ من أجل المال. والذي يطلب الدنيا، الذي يطلب الدنيا بعمل الآخرة، قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فاستئجار المقرئين للأموات هذا لا يجوز، وليس في هذه القراءة أجر، لأنها ما قرئت للتعبد وإنما قرئت لطلب المال فقط. لكن إنسان قرأ محتسبا وقال أهدي ثواب هذه القراءة للميت، هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه جائز لأن هذا عمل صالح، وقاسوه على الدعاء وقاسوه على الصدقة وقاسوه على هذه الأمور، قالوا هذا عمل صالح، فإهداؤه للميت بدون طلب للأجرة أو بدون، وإنما احتساب من القارئ لنفع أخيه الميت، يجوز، قالوا يجوز. لكن القول الثاني وهو الصحيح أن هذا لا يجوز، الصحيح أن هذا لا يجوز لأنه لا دليل عليه، وما دام لا دليل عليه فلا يجوز فعله. ما نزيد على ما شرعه الله، الله شرع لنا الدعاء للميت، الاستغفار للميت، الصدقة عن الميت، الحج عن الميت، العمرة عن الميت، قضاء الديون عن الميت، هذا الذي شرع الله لنا. أما نزيد زيادة ونقول هذه مثل ما شرعه الله، نقول لا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. ولا تكلف نفسك يا أخي بشيء ما أنت منتفع منه، لا أنت ولا الميت. فهذه من آداب تلاوة القرآن. بقي كلمة المحتضر الذي في السياق ما بعد مات، في سياق الموت، هل يقرأ عنده شيء من القرآن الذي ورد وصح به الحديث أنه يلقن لا إله إلا الله؟ المحتضر صح في الحديث أنه يلقن كلمة التوحيد ليموت عليها، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمراد بالأموات هنا المحتضرون، ليكون آخر كلام الميت لا إله إلا الله فيموت على هذه الكلمة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا هو الذي ورد. أما القراءة عند المحتضر هذه ورد فيها حديث ضعيف أنه تقرأ عند المحتضر سورة ياسين، اقرأوا ياسين على موتاكم، يعني على المحتضرين، لكن الحديث هذا ضعيف لا تقوم به حجة. فنقتصر على ما ورد به الدليل وهو تلقين الميت لا إله إلا الله، هذا هو الذي ورد
به الدليل في صحيح مسلم وغيره: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأما قراءة ياسين عند الميت فالحديث الذي ورد فيها حديث ضعيف، لكن من فعل هذا لا ينكر عليه، من فعل هذا لا ينكر عليه لأنه ورد فيه شيء. لكن نقول له يا أخي الأحسن ترك هذا الشيء وتلقين الميت لا إله إلا الله، هذا هو الأحسن للميت. وعلى كل حال فإن تلاوة القرآن عبادة، وتدبر القرآن والتفكر فيه هذا عمل صالح، والأهم من ذلك العمل بالقرآن بعد تلاوته وبعد تدبره، لا بد من العمل بالقرآن، تصدر عن أوامر القرآن وتنتهي عند نواهي القرآن الذي تقرأه. وأما مجرد التلاوة مع المخالفة فهذا والعياذ بالله من أشد العصيان لله عز وجل. فقد جاء في الأثر أن رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لماذا؟ لأنه يقرأ القرآن ولا يعمل بما فيه، بل يقرأ قوله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب. ألا لعنة الله على الظالمين وهو يظلم. إذن القرآن يلعنه لأنه ظالم ولأنه كاذب. وورد في الحديث الصحيح أن القرآن يكون يوم القيامة إما حجة لك عند الله وإما حجة عليك، هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن اتبعته وعملت به صار حجة لك عند الله عز وجل، وإذا أهملته واقتصرت على مجرد اللفظ بدون عمل وبدون تدبر صار حجة عليك، لأنه بلغك القرآن ولم تعمل به، قامت عليك حجة الله سبحانه وتعالى. ويجب على قارئ القرآن أن يتميز عن غيره، يتميز عن غيره بالزهد والورع والتقوى. كان قراء القرآن من السلف يعرفون بسيماهم، قالوا يعرفون بصفرة ألوانهم، دليل على كثرة بكائهم وقيامهم بالليل، سهرهم بالليل بالقيام بالقرآن، يعرفون بهذا. هذا الذي ينبغي أن يعرف به قارئ القرآن، أن يكون عاملا به، أن يكون متأثرا بكلام الله عز وجل، أن يكون القرآن دائما أمام عينيه وفي قلبه وفي ذاكرته، كل ما يريد يفعل شيء يتذكر القرآن. هل القرآن يجيز هذا ولا لا؟ كل ما يريد أن يعمل